في قصة حب عن الشاطئ الهوى أجمل حكاية قلب وبطلها احنا سوا اشتقتوا لي وانا كمان تراني وايد وايد متحمسة. هاي انا نفس بيرلا بس عشقرة شوي. اوكي قبل ما نبلش بالفيديو خلينا ارجعكم شوي لشو صار عشان تعرفوا منين هذا اجا. كله بلش بعد ما خلصت سنة ثالثة رغم كل صعوبتها بحلوها ومرها، مع انه ضل في شوية مرار معلق فيه، فقررت اني اعمل التغيير هذا. هون انا وجوال عم نحكي في فيس تايم ونعمل حفلة توديع شعراتي. صراحة بكذبش عليكم كنت بالاول خايفة ومتوترة لانه ولا مرة بحياتي رحت على صالون وصبغت شعري، والمراحل اللي مرقت فيها وهني يعملوا لي شعراتي صراحة بحياتي ما كنتش افكر انه ممكن اطلع هالقد شنعة، بس بالاخر او ماي جاد النتيجة كتير حبيتها واللون كتير حبيته، وبكل اضاءة غير بصير لونه غير وبس والله. وإيش بنبلش؟ مرحبا حبايبي، كيفكم؟ اسمي بيرلا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اشتقت لكم قد 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 الدنيا واكتر شوي حتى. طبعا انا لما بختفي بتعرفوا اغلبكم صار يعرف متعود علي بختفي لانه في عندي جامعة ودروسي ووظايفي وامتحانات كتير باخذ من وقتي، جد جد ما بيكونش في وقت اصور. يعني لما حدا يقولكم اها مفيش وقت، لا بيكون في وقت، لا مفيش وقت، انا مفيش الي وقت انام. اوكي لهي الدرجة. بتأمل انه ما يكونش الفيديو كتير طويل عشان ما تزهقوش. فقبل ما ابلش احكي لكم عن التصاميم حابة احكي لكم هيك باختصار شديد انه التصاميم اللي رح اورجيكم اياها إسا هي مش للبيع ومش عشان نلبسها بيوم يوم او مش لعشان نلبسها على سهرات. الجامعة اللي انا عم بتعلم فيها خاصة هي جامعة فنية اكتر، فاحنا بنركز على الجانب الفني او الجانب الافانغارد اكتر من الفاشن. احنا هون عشان نساوي التجارب والاشياء اللي احنا بعد ما نتخرج مش رح نقدر نعملها، لانه احنا بدنا نشتغل للناس، بدنا نشتغل للمجتمع، فرح نعمل اشياء تنلبس اكتر. فهون هاي هي الجامعة والكورسات هاي هي فرصة حتى نعبر عن حالنا بطريقة فنية أكثر ونعمل الأشياء اللي إحنا بالمستقبل يمكن ما نقدرش نعملها. فأنا بحترم كتير ذوقكم وبحترم كتير آرائكم، فإذا حبيت تكتبوا بالتعليقات انتقاد خليه يكون انتقاد بناء، ما يكونش انتقاد جارح. وبس خلينا نبلش الفيديو. لكل كورس احنا بنعمله له اسم اللي هو كونسبت معين اللي احنا منه بناخذ الالهام لحتى نعمل بروجكت تبعنا اسمه السوبر هيرو. هذا الكورس انطلب منا اشي ما انطلبش بولا كورس من قبل، واللي هو ان نكتب قصه نخترع فيها شخصيه، هاي الشخصيه ناخذ منها الالهام للتصميم. انه احنا غير انه بدنا نخلق تصميم من الصفر كمان لازم نخلق قصه من الصفر مع شخصيه من الصفر. فاشتغل يا ابداعي. تقريبا كل ولاد صفي كانوا عارفين عن شو بدهن يعملوا الا انا. فكيف اجاني الالهام لهذا الموضوع؟ كنت مروحه ماشيه من الجامعه وخطر ببالي استني شوي، ليش ما اعملش عن المرأة المتزوجة والمجتمع اللي بيفرض عليها أمور وزوجها اللي بيضلوا متوقع منها إنها تكون بيرفكت كل الأمور أو 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 أو. فكتبت قصة موضوعها هو هقراكوا إياها. زوجة أم جديدة لطفل تهتم لتقاليد وعادات المجتمع لنيل رضا المجتمع الذكوري، ما بين تنظيف القوارير، إعداد الطعام، ترتيب البيت ومتابعة العمل على أكمل وجه، تاه من ذات القوى أصغر التفاصيل البديهية، إذ تسربت هذه التفاصيل الصغيرة إلى خارج المنزل وجمعت ما بين فتاة في أول الصبا وبين دفء بيتها ومحط ثقتها، زوجها ووالد طفلها. لا بأس أن حال ما بينكما فستان قصير ملون، اللوم على قميصك باهت اللون، هكذا قال المجتمع الذي أنهكها في مثاليته وأنساها جمالها الداخلي فاتن القلب والعيون. وهنا بظلم المجتمع أجمع احترق ريشها الصناعي الذي ألصق بها على حين غرة، وقام من بين رماد المثالية المصطنعة في نيك حاد العينان ساحر وأخاذ. فهون حبيت اتطرق انه اللبس تكون تنلبس جويه البيت، بنفس الوقت تحسس الانثى بانها بابهى حلتها، انها واثقه من نفسها. اضطرت انا اني اتعامل مع اللباس الداخلي، حبيت انه اللبس تكون مكونه من كوفر اب، من برا، من كورسيت، ومن اندروير. فالشيء الوحيد هو انه مش عارفه اذا رح احط لكم الصور على العارضه ولا لا، لانهن كثير ريفيلينج، كثير مبينين لانهن نحطه بفيديو. فالكوفر اب فيه هون كمان محلات مفتوحه اللي يبين من تحت الريش عمليا، فبسطت
منظر الريش وقصيت ماش على منظر الريش وحطيتهم فوق بعض وركبتهم بطريقة يعطوا الوحي انه هذا هذا ريش، هذا طائر. اوكي، في هنا ترابط بين القصة وبين التصميم نفسه. التصميم الثاني، الكورس الثاني عن السوتس. السوتس هن جاكيتات الرسمية مع البناطلين الرسمية اللي هن مخيطين هيك بالإيد، بروفيشنال كوستوم ميد للبني آدم نفسه، هيك تعلمنا بهذا الكورس. فعنوان هذا الكورس لبس كمبنى، فيه كتير تعلمنا كمان عن الهندسة المعمارية وقديش في نقاط ترابط بين المباني والاركيتكتشر وبين الازياء الفاشن. مثلا واحد منهن ان هن تنين بيحتوا البني ادم، يعني لواعي بتحتوي ونفس الشيء المبنى بيحتوي، بس المبنى هو بكتير اكبر من اللبس، بس هن التنين بكونوا جسم يحمي جسمنا. فهمتوا؟ الهندسة المعمارية والأزياء هن التنين بدهن تخطيط، بدهن هندسة، بدهن حسابات. يعني مثلا أي غلطة بسيطة ممكن ينهار المبنى. نفس الشيء الأزياء، أي غلطة بسيطة مش رح تركب مثلا البلوزة على بعض بطريقة حلوة، مش رح تيجي على الجسم بطريقة حلوة. المطلوب منا إن نختار مبنى ونعمل عليه بحث وناخد منه الإلهام حتى نعمل السوت. فهون انا طلبت مساعدة الناس اللي حوالي، فكنت كل ما اروح اسأل حدا عن اول مبنى ممكن يفكر فيه من اصحابي ومن عائلتي وهيك، كان اول جواب عندهم يكون كلياتهم كنيسة البشارة. كنيسة البشارة هي كنيسة عنا بالناصرة اللي هي بتميز الناصرة، يعني بتفوتوا بتكتبوا الناصرة على جوجل، هي اول مبنى بيكون بارز بكل الصور. كنيسة البشارة هي لما اجى الملاك جبرائيل بشر مريم العذراء انها رح تحبل بالروح القدس وتلد يسوع المسيح. مثلا القبة تبعتها هي على منظر وردة الزنبق، واغلب التفاصيل الموجودة من برا على المبنى مأخذين من شغل الابرة اللي كانوا السيدات بالناصرة فقط يعرفوا يعملوا. فعملت انا نفس شكل الزنبق اللي بيجي من فوق اللي هي بغطي الوجه وبغطي جزء كبير من الجسم الفوقاني، بنفع بالاخر تنقام كطائية وترجع لورا وبتقدر انت تلبس الجاكيت بشكل عادي. فانا اخذت شغل ستي بالابرة اللي كانت تعمله، وبدل ما اخذه هو احطه على التصميم نفسه حبيت انه يكون في الرجعة للتراث من هاي الناحية. بس التقدم اللي احنا وصلنا له بشغلنا اليوم، اخذت الصورة، صورت الصورة وحطيتها على الالوستريتر، رسمت فوق الاشكال، بعدين اخذت القماش تبعي ورحت على ماكينة قص بالليزر، وحسب اشكال الهندسية اللي طلعت من شغل قصيتها بالليزر على القماش. انا لما حطيتها على البطانة هي كانت باللون الازرق، فصار يبين عنا هدول اللونين هن زي الارض تبعت الكنيسة. فهدول التصميمين عملتهن بسمستر الف، اللي بيودي على انهن يعرضوا لي هدول التصميمين بفترينة الجامعة. كيف حكيت لكم بفيديو قبل انهن عرضوا لي قبل التصميم للجينز اللي عملته انا بسنة تانية، اللي هن كيف بختاروا التصاميم هاي، بختاروا من كل كورس احسن تصميمين موجودين بكل كورس، وبعدين بنقوا من كل الكورسات اي احلى تصميمين ينعرضوا بالفترينة. هدول الفيديوهات هن توثيق لإلي وانا عم بحط التصاميم بالفترينة، وانا كتير مبسوطة وشوي معصبة لانه الجامعة ما وفرت لناش حدا يساعدنا نحط التصاميم بالفترينة، وعملت كل شيء لحالي، ويخلف على ابن صفي اللي شوي ساعدني. لانه مثل ما انتم شايفين هون اللعبة اللي جبتها اللي تقولها اوزان، تواني بقول تقولها اوزان ولا وزنها اتقال، المهم اضطريت اغير اللعبة هاي واجيب لعبة تانية بلا اجرين، وحطيت البنطلون بدبابيس مثل هيك. بالاخر صراحة حبيت كيف طلع على هاي اللعبة، طلع حلو and I'm so proud. اما بالنسبة للتصميم الثاني فحبيت اني اعلقه بخيطان شفافة بالسقف عشان يبين ذكي انه طاير واحلى بدون ما يكون في جسم تحته، هيك كنت متخيلته انا من الاول. واخلو الفيديو مش مسرع تشوفوا تفاصيل وجهي وانا اشتغل بهذا الفرد اللي بكبس الجابصين، بحط كبسات بالجابصين عشان اقدر انا احط الخيطان فيه، اللي الصوت عن جد مخيف. بس لا عن جد عن جد كنت خايفة منه، لانه كنت خايفة امسكه بالعكس واكبس، لانه انا الي بالعادة اعمل هاي الاشياء ومش راح استغرب من حالي لو عملتها. فمرق على خير وكانت تجربة حلوة. فحبيت اشارككم بهذا النجاح الصغير عشان احمسكم انتو كمان تشتغلوا على حالكم، تكونوا من متفوقين بموضوعكم. الكرسي الثاني اللي بدي احكي عنه
اسمه وابي-سابي. خليني احكي لكم الاول انه هذا الكورس كنت كتير متحمسة له، انتم مش مصدقين قديش كنت متحمسة له انه اعمل جزدين، لان انا كتير بني ادم بحب الجزدين وكسرته كتير، تعرفوا هذا الاشي. فاللي صار هو انه المعلمة انا بديش احكي كتير انا، بس انه المعلمة ما فادتنيش باشي، مش عم تعطي اللي لازم يعني. غبية اقسم بالله ما عمري شفت اغبى منها. بديش احكي كتير، قسم بالله كف وراي وجاي، لانه في كتير شو احكي، بس خليني ساكتة وخليني هيك مؤدبة، بضلها هي معلمة اوكي. فكل اشي عملته عملته تقريبا لحالي، ما كانش هي تفيدني باشي. طبعا هو بكل الكورسات انا بساوي لحالي، بس هي كمعلمة هي بتعطيني نصائح، هي بترشدني، هي بتساعدني بامور معينة اللي انا اوكي ما كنتش اعرف فيها، هي ولا اشي عملت. وابي صابي هي فلسفة او اشي معين عند اليابان، انه الاشي الغير مثالي بس هو مثالي. يعني بيشددوا كتير على المواد الطبيعية مثل الخشب مثل الجلد، مثلا اذا بنطلع على الارض بنشوفها مشققة بحبوا هذا الاشي، بحبوا الالوان اللي هي غامقة مثلا البني غامق، الاسود، الرمادة. فاخترت الاشي اللي هو غير مثالي مثالي، اخترت الفواكه المجففة اللي هي منظرها مع الوقت لما تتغير بتصير مجعدة أكتر، فمنظرها مش كل هالقد ثالي، بس هي مثالية بالنسبة لنا من ناحية طعم، من ناحية ثقافة وهيك، اللي هي موجودة عنا مثل التمر مثل التين مثل الزبيب وكل هاي الأمور، احنا بنتميز منها ومنقدمها كتير. مثلا لما ناس يجي لعنا كضيافة اللي هي بتعبر عن الكرم وعن الضيافة وحسن الضيافة، فحبيت أورجي هذا الإشي وأستخدم الخشب لعمل الجزدان. التصميم نفسه يكون بشكل هرم، إنه يكون الجزدان بشكل هرم اللي هو بعبر عن الغنى وحسن الضيافة وهذا كله. شو عملت؟ قسمت كرتوني بشكل مثلث، حطيت عليها فواكه مجففة، عملت له 3D سكانينج عشان احوله على الكمبيوتر، ومن الكمبيوتر انا بقدر ابعته لماكينة CNC، ماكينة كتير كبيرة فيها زي شفرة اللي بتقص الخشب حسب شو موجود على الكمبيوتر بنفس الشكل. فهاي كانت اول مره انا بستعمل هاي الماكينه. حاولت هاي السنه كلياتها استعمل طرق اللي انا ولا مره استعملتها عشان اطور من حالي واخلص تعليمي، وانا تقريبا مجربه كل شيء، ما يضلش في شيء بنفسي. قصلي الخشبات بالسي ان سي زي ما انتم شايفين، عندي 3 قطع زي هيك وكمان واحدة، وهي القاعدة تبعت الجزدان. إسا بدي أروح على المنجرة إسا عشان أرفع هاي القاعدة، هي إسا 5 سنتي، مفروض أسويها سنتي أو إذا بنفعها أقل بيكون أحسن عشان الوزن ما يكونش كتير تقيل. بدي هني أصولة الشكل المثلث اللي انتو شايفينه هون، عشان تصير هاي الشقفة لحالها رح يكون بشكل هرم، يعني 1 2 3 مثلثات. بعد ما عملوا لي CNC وديته عند نجار قصل الخشب، وطلع انه قصص لي اياه بطريقه غلط، بنفعش يسكر الجزدان على بعض، فعودت رحت عند نجار ثاني ولزق لي كمان خشب عشان يقدر يقصه بطريقه اكثر صح. شو كانت حلوه الليالي، ولا اشي كان ظابط معي بهاي الفتره. بس بحكي لكم عن البروجكت اللي بعده اللي كمان ما كانش ظابط اشي فيه. فكل هاي الامور اللي مش ظابطه مع بعض اجت بنفس الوقت اللي خلتني انهار نفسيا. فاسم يجي للايد تبعت الجزدان، الايد حبيت انها تنمسك بهذا الشكل، يكون في عنا فواكه مجففة بالإيد زي كأنه إحنا بنقدمها تقدمة للي قبالنا كجزء من الكرم وحسن الضيافة. الإشي اللي عملته هو إنه لزقت فواكه مجففة على الشكل اللي أنا بدي إياه، عملت له كاستينج. الكاستينج هي طريقة لحتى نحول مادة معينة لمعدن، يعني هاي الماسورة والفواكه من جوا وبيكون من تحت مسكرة، نعبيها ملانجة بسيط، بعدين نفوتها بالفرن بدرجة حرارة معينة اللي تخلي الفواكه مجفف تدوب على الاخر، يبطل في فواكه مجففه، فبصير في عنا زي قالب للنحاس وين ينصب، وهيك باخذ النحاس شكل الفواكه بنطلعهن من قلب الفرن، بعدين بيجي وقت انه ننظف النحاس اللي هو كثير باخذ وقت، بما انه كان في ملان تفاصيل صغيره لانه الفواكه المجففه فيها ملان نقط وملان اشياء صغيره، فكان كثير 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 صعب اني انظفها، بس بالاخر تنظفت لحد معين. لحمت لها خاتم من تحت لحد
اقدر اربطها مع الجنزير ويتسكر الجزدان بهاي الطريقه. فقبل ما تشوف الصور حابه اقول لكم باختصار، وان انا بعرف انه لون الجزدان هو ما كانش لونه هيك، بس لون الجزدان اللي انصبغ فيه خلاه يبين زي ال فبعرف هذا الشيء. اوكي اي نو. الموضوع الاخير هو كورس احنا بنفع نعمل فيه ايش ما بدنا. بدي اعمل هذا البروجكت، هذا الموضوع عن العيله تبعتي، عن النساء بالعيله تبعتي، لانه انا بحكي لكم بكل فخر النساء فيها عندهن قوه، عندهن ثقه بالنفس. حبيت ابدا بستاتي، فعملت مقابله معهن، قعدت معهن، سالتهن عن التاريخ تبع العيله تبعتي، عن جذور العيله. فستي ام ابوي، ستي جورجيت للي بعرفش بعده لسه، هي اول عربيه فتحت صالون شعر للعرايس والسيدات هون بفلسطين، وعلمت اجيال وراء اجيال موضوع الشعر هذا لتنه صار في صالونات كثيره هون بالبلاد. وستي حنان، ستي حنان ام امي بتشتغل كخياطه وبتحب الفن، يعني اذا بتروحي عندها على البيت بتشوفوا انه في عندها لوحات هي رسمتهن، التطريز اللي بتعمله شغل الفن، فهي كثير بتحب الاشغال اليدويه. فحبيت ادمج بين الامرين هذولا وافوت حالي انا بعدين. الكونتور تبع اللبس من برا، الشكل الخارجي اخذته من صور الموديلات اللي ستي كانت تعملها، وحبيت ان افوت التطريز والشغل اليدوي على القماش نفسه. تقنية التطريز اللي استعملتها هي تطريز الجوبلين، اللي بيكون في عنا صورة واحنا بناخد خيطان بنفس لون الصورة وبنطرز فوقها. وعشان افوت انا حالي بقلب التصميم، اخذت صوري من وانا صغيرة، مثلا اول يوم اللي بالمدرسة، اول يوم اللي بالجامعة، اول حفلة باليه لإلي، صور اللي رسموه لي الطريق لوين انا موجودة اسا. صباح الخير، اليوم 16/5، باقي جمعتين ويومين عن تقديم الوظيفة تبعتي. اليوم عم بشتغل على البرنت اللي بدي اطبعه على القماش اليوم، وكل يوم عم بفيق عم بفكر انه مش رح الحق، لانه في كتير هيك تشالنجز اللي هي بتصير معي ومش كل شيء عم بزبط، بس بالاخر بقول انه رح يزبط، يعني دائما رح يزبط. انا طبعا امبارح رحت اشتريت قماش، قبل ما اطبع على القماش، بعد ما اطبع على القماش بدي اوديه على مصنع يعملوا لي تطريز. جايز وبدهن جمعة، يعني انا ضل جمعتين ويومين، وجمعة منهن رح يكونوا بالمصنع. مش عارفة كيف الحق، ونص ولاد صفي صاروا متقدمين لانه ما فيش عندهم كل هاي الغباء اللي انا عم بسويه. هو مش غباء بس انه فاهمين علي المراحل المفروض يسووها، يعني انه اوكي خلاص اشتروا قماش، عندهم سكتش يلا قصوا وخيط. انا في عندي سكتش، عندي قماش بدي اطبع على القماش، بدي اطرز على القماش، بعدين اقص، بعدين اخيط. عندي اوتفيت للبنات وعندي اوتفيت للشباب. فتبع الشاب فيه جاكيت، بنطلون، شورت، ليجينز، وطقية للرأس، أربع قطع. البنت في عندي قطعتين كلسات، يعني ثلاث قطع. هني سبع قطع أخيطهن بأقل من جمعة. مش حلحق. واو روعة. فأخذت هدول الصور حطيتها على الفوتوشوب، كبرت، زغرت، عملت كتير 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 أمور لحتى وصلت إلى الصورة أو البرنت اللي عاجبني اخر شيء. فبدي افهم انا قديش يكون كبر البرنت، بدي اياها حجمها قد، بدي حجم قد عشان يتفوت على هاي المنطقه. وكل هذا الامور اسمعوا بياخذ كثير وقت. بهبل اه، بس اذا مندقق ومنقرب منشوف انه بيرلا بالغلط على الفوتوشوب رسم خط احمر اللي هو انطبع على القماشه بالضبط وين انا لازم اقص، لانه هون بالضبط يعني الكم، فكله مرتب فبنفعش تخبى. كيف ما قلت لكم عشان افوت شغل اليدوي تبع ستي بالتطريز، التطريز يكون هذا من شغل المصنع مش شغل ايد، عشان يبين كيف انه صرنا احنا اسا بوقت اللي هو اكتر مصانع من انه شغل يدوي كيف كانوا زمان، وهيك التطور والتقدم اللي احنا فيه. قالوا لي اول اشي انهم بيقدروا يسووا لي، قالوا لي خلي القماش عندنا جمعه كامله، هاي الجمعه احنا بنخلص لك كل شيء بيكون بيرفكت. كان بعد لي جمعه واحده لتقديم الوظيفه والماش كلياته عندهن، وانا بعد مش مشتغله فيه
فيه، فأنا عمليا فش عندي على شو أشتغل. فبعد ما خلصت هاي الجمعة منرن لهم تليفون إنه أوكي شو صار مع التصميم؟ قال بيقولوا لي لا بعدنا مش مشتغلين عليه. على الساعة واحدة بترن لي بتقول لي ما طلعش حلو، عملنا لك على شاف صغير وما طلعش حلو، تعالي شوفي. على الواحدة ونص أنا كنت صرت واصلة عندهم بقول لهم إنه خلاص فش إيش يساوي، مش حلو، مش عاجبك، أنا عاجبني أوكي. عندي تقديم الوظيفة يوم الأربعاء، الحكي على يوم الجمعة. يوم الجمعة أنا ما كانش في عندي ولا إشي معمول، حيلا اعملي لي أي إشي. كان بهاي المرحلة إنه اعملي لي أي إشي. فبتقول لي إس الصبية اللي بتشتغل على الماكينات وهيك بدها تروح، فأنا بقدرش أشتغل لك إشي. فاهمين انتو؟ هي بتقدرش تعمل لي شيء، ما فيش عندي تصميم، ما فيش عندي تطريز. التطريز هو عنصر كتير مهم لحتى انا اورجي الفكره تبعتي من خلال التصميم، فبنفعش انا ما اعملش تطريز على القماش. وهي باخر لحظه بتقولي بقدرش اسوي لك اياه. فروحت على البيت وانا منهاره نفسيا، ما فيش اعمل. لولا نساء عائلتي كان هذا البروجكت ما عملش وما اخذتش انا التقييم العالي اللي اخذته. ستي امي واختي قعدوا وطرزوا كل اشي بايدهم، كمان ابني يساعدوني بهذا الموضوع ويساهموا بنجاح هذا المشروع. ساعدتهم هاي يعني اخذت التصميم تبعي لمليون درجة اعلى. فاهمين كيف؟ لانهم هن كمان ساعدوني، وانا عم بحكي عن النساء بالعيلة بيساهموا بنجاح هذا المشروع، كمان كان اشي كتير كبير بالنسبة لي. ماي جاد خلصنا، مش قادرة اصدق انه خلصنا. التقديم الوظيفي كان كان بيرفكت وما كنتش متوقعه. كل تقديم وظيفي بقول ما كنتش متوقعه، وخاصه لما ما تكونش متوقعه بتكون التقديم بيرفكت، تكون البرزنتيشن بيرفكت. اليوم كانت بيرفكت لدرجه ان كان في دموع فرح، دموع حقيقيين فرحه. كان جدا جدا حلو. شكرا جوديز. وكان في كمان موديل معانا عرض التصميم الثاني، فبنشكره. وهدول صور التصاميم بالاخر. ستايل اللبس طلع ستريت وير، كتير حبيت الوان التصاميم كيف طلع بالاخر، خاصه تبعوني الشاب. وقدرت اعمل بالقطع ميكس اند ماتش بين اللبستين وطلع كتير حلو. فبتأمل انه ما كلش ناسي اشي، مع انه انا عارفه اني ناسي ملان مواضيع ومش حاكي عنها، مع اني حكيت كتير بس في ملان نقاط اللي بتكون صرت ناسيتها. بتأمل انه هذا الفيديو عجبكم، التصاميم عجبوكم. فاذا عجبكم هذا الفيديو حطوا لايك، اشتركوا بالقناه اذا بعدكم مش مشتركين، وحطوا على الجرس اللي جنب السبسكرايب عشان اول ما ينزل الفيديو تكونوا من اول الناس اللي بيحضروا. واذا ما عجبكوش الفيديو برضه نفس الشيء. بشوفكم حبايبي بالفيديو الجاي. باي.